ما هي الأحجار الكريمة السوداء الموجودة في الطبيعة؟ في المحصلة لدي مجموعة من الأحجار الكريمة السوداء الموجودة في الطبيعة. نبدأ أول شيء بالألماس الخام. هل الألماس الخام هل يوجد في اللون الأسود؟ سؤال أجب نعم أم لا. نعم يوجد الألماس الأسود، لكن هناك بعض الشائعات الرائجة على أساس أن الألماس الأسود هو أغلى ثمنا وكذا وكذا، هذه أشياء لا أساس لها من الصحة. لنكون صريحين جدا، الأحجار السوداء في جميع الأنواع التي سنراها اللون الأسود هو أقلها قيمة. إذا أخذنا الألماس الأسود، هل هو يكون أفضل أنواع الألماس أم هو أردأ؟ الجواب هو أنه أسوأ أنواع الألماس. سؤال مطرح، هل له قيمة أم لا؟ هذا سؤال آخر. لا نقول أنه ليس له قيمة، لكن مقارنة بالأسود الألماس الأبيض أو الأخضر أو الأزرق فهو أقل مرتبة. ما هي فوائده؟ هل لو استعملت؟ أقول نعم، هناك مؤخرا بعض الشركات التي أصبحت خصوصا الشركات المتخصصة بالزينة التي بدأت باستعمال الألماس الأسود في منتجاتها. إذن بالإضافة للألماس الأسود، ما هي أنواع الأحجار الكريمة السوداء؟ إذن سننظر في كل نوع من الأحجار الكريمة وسنذكر إذا كانت توجد تلك الأحجار الكريمة في اللون الأسود أم لا. إذا أخذنا مثلا الزفير، هل يوجد في الأسود؟ بالنسبة للزفير أو الياقوت لم أطلع شخصيا، يعني لم أشاهده. هناك الأحجار المعتمة التي يعني قد تقترب كثيرا للأسود، لكنني لم أطلع على حجر زفير أسود، وهذا لا يمنع عدم وجودها في الطبيعة. كذلك بالنسبة للزمرد، يوجد زمرد باهت أخضر باهت يشبه لون أسود، يعني تجد فيه بعض الأجزاء سوداء وبعض الأجزاء خضراء، لكن هو نفسه يعني البريل لا يوجد في اللون الأسود. حينما أقول البريل فهو العائلة الحاضنة للزمرد، هناك عائلة كبيرة اسمها البريل، وهذا البريل يتواجد في مجموعة من الألوان مثل الذين الأحمر، الهيليودور، الأكوامارين، الزمرد الأخضر وغير ذلك، والغوشنيت، هذه فاريتي أوف ريبل، يعني أنواع التي تتواجد فيها الريبل في الطبيعة لا يتواجد في اللون الأسود. إذن هذه بالنسبة للأحجار الكريمة الأساسية. هناك أحجار كريمة يمكن أن نسميها أحجار كريمة شبه كريمة التي تحضر لي الآن، يعني بالنسبة للون الأسود أكثر شيوعا لدينا يعني اللون التورمالين يوجد في الأسود، العقيق يتواجد في الأسود، هناك ما يسمى بالعقيق الأسود. هناك حجر، هذا لا يسمى حجر المعدن، هذا حجر ليس معدنا، هو ما يسمى بالزجاج البركاني أو الأوبسيديان، يتواجد بشكل كبير في اللون الأسود، لكن حذاري أن تخلطوا بين الأحجار الكريمة وهذه الأحجار المسمى بالأحجار الزجاجية البركانية. بالنسبة للأوبال، الأوبال يكون إما أبيض أو أسود، والأوبال الأسود يسمى بالأوبال الناري، وتعرفون الأوبال لديه خاصية مميزة بحيث أنه يتواجد به ألوان مختلفة، يكون اللون الغالب هو الأسود مع وجود ألوان مختلفة تشكل ألوان مع ألوان الطيف، يعني جميع ألوان الطيف، جميع ألوان قوس قزح تتواجد فيه، وهو أفضل وأجود أنواع الأوبال. يا سلام، شيء ممتاز وجميل وجذاب ويساوي قيمة كبيرة هذا الأوبال الأسود. بالنسبة للإسبينيل، الإسبينيل كذلك نجده في اللون الأسود،